لما ننور شجرة لازم ننتبه لنقطتين، النقطة الأولى حجم الأغصان والنقطة الثانية مكان الكشاف. فإذا أنا عندي حجم الأغصان كتير كبير، فإذا حطيت الكشاف تحت الأغصان أنا عم نور المنطقة اللي تحت. إذا أنا بدي الأغصان تظهر بطريقة أوضح، فيني أنا أحرك هذا الكشاف لبرا بعيد عن الشجرة، وبالطريقة هاي بحسن نور الأغصان بطريقة أوضح. بس إذا حطيت الكشاف تحت الأغصان أنا عم نور جزء الشجرة. ما في شيء اسمه صح أو خطأ، بس فيني إنه لازم أنا أعرف شو اللي بدي إياه يظهر بطريقة أفضل. حسب الشجرة وطبيعتها وحجمها أنا بختار مكان الكشاف وبختار زاوية الضوء. فإذا كان الأغصان كتير كبيرة فأنا بختار زاوية الضوء كبيرة، ويفضل مثل ما حكينا ما نحط الكشاف تحت الشجرة مباشرة لأنه ما راح تظهر بشكل كامل. بينما إذا أنا بعدته ووجهت السبوت لايت أو الكشاف السبايك على الشجر فراح يظهر بطريقة أوضح. النخل بما أنه عادة ارتفاعه عالي والأغصان تعتبر صغيرة مقارنة مع هذا الارتفاع، فأنا فيني طبعا نوره بالطريقة اللي هي أنه بعد شوي، بس كمان فيني حط إنارة تحته مباشرة اللي هي الكشاف الأرضي لأنه بنور الجزء وبنور الأغصان. طبعا بهالحالة الزاوية بتكون زاوية الضوء بتكون صغيرة بحدود 10 درجات، لأنه أنا ما بدي الضوء يطلع لبرا، مو مثل الشجر اللي له أغصان عريضة مقارنة مع طوله. إنارة الشجر بشكل عام إلى طرق عديدة كتير، بس دائما هي القاعدة البسيطة أنا شو حابب شوف. هل أنا بدي نورها من الأمام، بدي نورها من تحت الشجرة، من اليمين، من اليسار، من عدة اتجاهات، وحتى في طريقة مثلا نورها من الأعلى لو عندي فناء داخلي. طبعا هي لازم انتبه ما شوه شكل المبنى، بس لو انا عندي فناء داخلي وبحط سبوت لايت بطريقه ما بيظهر او سكاي لايت، ففيني احط سبوت لايت ووجهه على الشجر بحيث انه يخلق ظلال بتشبه المون افكت او القمر، نحن بنقول انه الاضاءه جايه من فوق بدل ما تكون من تحت.